السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا فلاش ديالي ليدي ياقوت. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتواجد برشيد، قررت ندير لكم فلوغ باسكو ما عمرني شحال هادي ما درت لكم فلوغ، فقررت نخرج هاد الخريجه هادي ونصور معايا نخرجكم معايا بلوتو. وانا دابا في حي الرياض برشيد، اولا رياض برشيد باردون، واحد المقهى واحد نادي بلوتو كاين في برشيد زوين بزاف ديما تنجي ليه. فدونك قررت انني نخرجكم معايا وكنتمنى تدوزوا معايا وقيت زوين. فوالا ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا معايا هاد المناظر الزوينه، وكنتمنى تجيو لانه فعلا بلاصه غزاله كتفوجي فيها في اخر الاسبوع، كتحيدي الروتين ديال الخدمه، روتين العمل، تجيبي وليدات كيلعبوا، كاين بارك، كاين مقهى، كاين كلشي. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، نخليكم اتوت.
النهار كملتو بالورد وبالعمان. كنصحكم انكم في الربيع تستغلوا فصل الربيع وتخرجوا تنشقوا الهواء نقي بعد ما كيسالي الشتاء والبرد ويعني الخريف وداكشي كيدخل الربيع. يعني صراحه كنستغلوا داك النسيم الهواء يعني العليل يعني واحد الهواء نقي صافي. خرجوا للطبيعه استغلوا الفرصه واستغلوا المنظر المناظر الخلابه يعني سبحان الله سبحان الله جمال الاحمر مع الاصفر مع الابيض يعني واحد لوحه فنيه من عند الخالق سبحان الله. زعما جمال يعني ما عندنا ما نقولوا الكلام كيمشي صراحه الكلام كيتقاضى قدام هذا الجمال هذا سبحان الله.